أسعد الله أوقاتكم أصدقائي متابعين قناة فيوتشر كوين وقناة بي تي سي وورلد عالم البيتكوين. طبعا أصدقائي بهذا الفيديو راح أتكلم عن تحليل البيتكوين، مناطق الدخول المناسبة للبيتكوين، طبعا راح أتكلم عن حرق عملة تيرا لونا. راح يكون الفيديو سريع أصدقائي ومختصر. قبل ما نبلش بالفيديو بتمنى تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس وتضغطوا على اللايك حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقمية. لا تنسى تنضم لقناة تليجرام، أترك لك الرابط أسفل الفيديو. خليكم معنا لبعد الأنترو. طبعا اصدقائي اليوم كلنا صحينا وشفنا كسر البيتكوين لمنطقة $20,000. طبعا تكلمنا في فيديوهاتنا السابقة انه البيتكوين ممكن يلمس منطقة $15,000. طبعا تكلمنا هذا الكلام وقت كان البيتكوين ب23,000، حتى وقت كان البيتكوين ب30 و40,000 دولار، ان احتمالية هبوط البيتكوين الى مناطق $15,000 الى $20,000 امر وارد جدا. لحد الان اصدقائي بنقول منطقة $15,000 ما لها مستحيلة ولا هي صعبة، لكن نحطها في الاعتبار ممكن البيتكوين يلمس منطقة $15,000، يعني ما ممكن نتجاهل منطقة $15,000. طبعا اصدقائي اي عملية شراء بدك تدخل فيها في البيتكوين لازم تقسم رأس مالك الى 3 اقسام وتدخل على المناطق التالية. طبعا انا افضل الدخول الجزء الاول على $19,000 في حال ارتداد، تكون داخلين في مناطق $19,000. طبعا عندي منطقة $18,000 كمان منطقة جيدة للشراء، لدي منطقة ارتداد جيدة. طبعا وفي الحال الأخيرة إذا كسرنا $18,000 ونزلنا لل $15,000 نشتري بالدفعة الأخيرة على $15,000. طبعا أصدقائي احتمالية وصولنا إلى $15,000 أمر ضئيل، لكن ما نستبعد، لازم ناخد الهبوط إلى $15,000 بالحسبان، بنخلي جزء من رأس المال. طبعا دائما اليو اس دي تي بهيك اوقات عصيبه هو مثل الطلقه في سلاحك، طبعا ضروري محفظتك لازم ما تخلى من اليو اس دي تي في كل عمليه هبوط عن كل دعم تشتري من البيتكوين او اي عمله مناسبه للشراء. طبعا احنا بنحلل البيتكوين وباقي السوق بيتبع البيتكوين. طبعا اصدقائي اذا تم الارتداد من المناطق الحاليه او مناطق $18,000 ممكن نشهد كسر لمنطقة $30,000 أو لمس بمنطقة $30,000 وبعدها هبوط إلى الترند الهابط. ضروري أصدقائي نعيد اختبار الترند الهابط اللي هو عند $25,000 وبعدها كسر الترند الهابط وممكن نتجه إلى الأربعين، ما بين $35,000 إلى $40,000. لكن أصدقائي عند منطقة ما بين $28,000 إلى $30,000 يفضل الخروج من جميع الصفقات، من رائب هل سيتم إعادة اختبار الترند أو لا. طبعا عندي ترند، أنا رسمت ترند من القمم اللي صار فيها الهبوط، طبعا كل قمة بتكون أوطى من القمة الثانية وبعدها بيصير الهبوط العنيف. طبعا احنا حاليا بالقمة الأخيرة بعد ما صار الهبوط العنيف ممكن نرتد وارتدادنا يكون أقوى من الارتدادات في موجودة أمامكم، فممكن بهذا الارتداد أصدقائي نكسر منطقة $30,000. مثل ما قلت لكم أصدقائي الشراء على أجزاء، هاي النقطة الأولى لازم أتكلم فيها وهاي النقطة مهمة أتكلم فيها بداية الفيديو. النقطة الثانية أصدقائي على مقياس الخوف والطمع، نحن وصلنا في 6 نقط. طبعا أصدقائي نقاط مقياس الخوف والطمع أمر مهم جدا، طبعا قاعدة بتتبعها كبار المحللين وكبار المستثمرين ونتبعها نحن شخصيا. طبعا كلما زاد الخوف والطمع هي فرصة مناسبة للشراء، يعني كل ما كان عملية البيع كبيرة أنت اشتري، كل ما كان عمليات الشراء والإيجابية بالسوق مرتفعة أنت بيع. حاليا أصدقائي نحن بالقاع تقريبا ما زلنا هاي المنطقة من 2019 من يوم 6 سبتمبر أو 7 سبتمبر إلى يومنا هذا. هذا القاع التاريخي، القاع التاريخي كان 5 نقاط، نحن حاليا ب6 نقاط، فاحتمالية الارتداد عندي إياها تكون كبيرة جدا على مقياس الخوف والطمع، وهي الأسعار للبيتكوين رائعة جدا. خلينا ننتقل لأخبار عملة تيرا لونا. طبعا أصدقائي على موقع لونا بورنر أو حرق عملة لونا، حاليا مجهزين تقريبا 1 مليار قطعة من عملة تيرا لونا للحرق من عملة لونا كلاسيك. طبعا عدد القطع معروضة للحرق تقريبا بنسبة 0.014% من إجمالي التوتال سبلاي. لحد الآن أصدقائي هاي القطع مجهزة للحرق، لم يتم الحرق بعد. طبعا أصدقائي عملية البيع أو عملية النقل القطع للحرق الأكبر كانت من منصة MEXC. طبعا شفنا بالفيديوهات السابقة أنه منصة MEXC تبرعت وقالت نحن ندفع من رسوم المنصة
او من الرسوم الخاصه بعمله تيرا لونا اللي بناخذها من عمله تيرا لونا من تداولات عمله تيرا لونا راح تروح للحرق. طبعا بالامس تم تحويل 500 مليون قطعه من عمله تيرا لونا لمحفظه الحرق، وراح يتم الحرق مليار قطعه من عمله تيرا لونا. طبعا بنشوف كمان منصه كوكوين كمان عم تساهم بالحرق، نقلت 62 مليون قطعه من عمله تيرا لونا. لايك اصدقائي، عمليه الحرق مستمره على عمله تيرا لونا، لكن لحد الان ما في تغير بالتوتال سبلاي ولا المعروض للتداول. يعني لحد الان هاي الارقام ما مستفاد منها، ضروري يتم الحرق من عمله تيرا لونا لحتى نشوف تغير في التوتال سبلاي ومن المعروض للتداول. وطبعا حتى عدد القطع المعروضه حاليا للحرق او جاهزه للحرق ممكن ما تاثر بشكل كبير او ما راح تاثر بالتاكيد بشكل كبير على سعر عمله تيرا لونا اللي تقريبا صار 0.4055. لكن أصدقائي نقطة إيجابية، ما دام عملية الحرق مستمرة ممكن خلال السنوات القادمة نشوف تغير بسعر عملة تيرا لونا، تغير بالتوتال سبلاي والمعروض للتداول. أصدقائي بكون وصلنا لهذا الفيديو، أتمنى الفيديو يكون نال إعجابك. لا تنسى تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس وتضغط على اللايك حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقمية. مع السلامة ودمتم بخير.